السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو العبد جابلكم اليوم سيف ذا جولد 2. معانا أكسجين وصالح 12369 وبي فور مي بي فور يو، معانا جوست نايت أوفا ورؤوف وكونان وانتي نوبس. أهلين شباب منورين. تسلم حبيبي أبو العبد. نورك يا حبيبي. نورك نورك. هاينا منلغم ونزلنا الجول صحيح هون مكانه صعب على فكره. يلا منلغم وبرجع لكم. يلا ورجعنا لكم. لغمنا هاينا لغمنا عند الجول ولغمنا وكم مكان. طبعا في كم واحد فصل عليهم من النت طلعوا، بس هاي الالغام منيحه هاي الجول. يلا ننشر انشر. يلا معكم التحدي الاكبر. يلا يلا 1 2 3 نشرت. وانا نشر. الله اكبر نفسي. يلا صلى على النبي. كلهم جنرال احلى قلق الجيم. انا حبدا اصور اذا انا يلا جود لك. اوكي جود لك فور ايفري وان. نضرب السلام ولا يابا اضربهم يابا. اشرف اوف ارجع لكم فيديو جديد سيف ذا جولد رقم 3. مين اوف نزلنا جولد هنا. طبعا المكان بتاع الجولد صعب يعني مش هيفضوه بسهولة يعني، واحنا لغمنا لغيم كتير يعني الفيديو ممكن يطول. لا مش كتير. يلا ابدأوا يا عم. لا ايه دول. يلا فلتبدأ الحرب في زي بالفيسبوك. 50 لغمة انا كيف. وين في؟ ستاي مش حد قرب الجولد. اوكي يلا. ايام يور فازعة. تعال. مش حد يموت عشان اللي ملغم كتير مش موت. اخي خلصنا الاغام تعال البيت. اي نزل واحد دب انواع في منطقة عيال ملغمت والله هيك بعد ايش. ما هو كان ملغمينها بس انطلعوا من الجيم في منهم ملغمين. ايه يا عمي عنده عز عنده لاقي عم انتي نوبس. ما هو هذا اللي طلع كان ملغم غاد. الاسيدة بتاعه مش بخلص. تعرفوه. اي يضربني واحد ياي. وينه؟ وين؟ ابو الفولكان فوق هذا ابو الفولكان قناصة. ما نسموه كل شيء. ليش ما جبتوا شافتي يا شباب ليش؟ هذا الملاقي يا حول الله. لو مش جمعنا كمان واحد اي سي غير هالملاقي. لا لا حيدخل واحد حيدخل واحد مكان. لا لا مش حيدخل. يا ربي لا 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 ما ادخل في حساب جوست لو دخل واحد. لو هاي بثبت في جوست لو دخل واحد حياخده كده على الجهاز على طول. يب ثواني بس. انا عندي ريكوشي ام 1 كل عايز ياخذ الجول. ياب قلت له تعال معنا مش راضي. شو جايب تايجر هيك معي. عايز اثنين عايزين ياخذوا الجولد من غير قوات كمان. بارك الغام يا جايب ريكوشي ام 1 ياكم التيتان. في واحد هون. ياب هذا التيتان كيمو ذبحنا والله كلهم تيتانات ومموس. اسمع جايبين فولكان يا عمي. شوف فولكان عرفوا يا كثروا هامر نبح. لا ده ناويين ياخذوا الجولد بسرعه دول. يا اكسجين ايش طالع عليهم انت؟ والله مؤيد مش انا مؤيد. اوعى دخل فيه. مين اللي مات؟ الله اكبر. انا اللي مات. قربنا بولا مات ما هو مش مات. عربي النظر. شوف هذا ريكوشي ام 2 هذا بده ياخذه. اوه يا الله. اوفا يا نوب. قتلني يا عم واحد ايش كنت فاكر؟ ايش خذ بالك؟ نوب انت نوب والله قلت لك نوب. بعد. قلت لك نوب انت ما تصدقني انت نوب. يا عم طب اسكت انت. ما تصدقوا يا اوفا. وما روح على التاك اوكي ستي دبل. ليش دبل دبل شوف الدبل شوف شو دبل حلو حاي والله. اوعى يروح صالح يهجم على الجولد اذا اجى واحد ياخذه. زي ما عمل رونيون خاف اخذ الجولد. لا بسيب الجولد الاول. نروح. الله يا عم مش شايفهم انا كلهم متقال. وين الفولكان؟ وين اسيد هذا النوب؟ وين اسيد؟ اخوي اسمع اخوي جايب واحد تيتان وهو بشحن له في الكهرباء. يا جا 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 لا اسيد تعال هون تعال. عم بطلع لهم فوق انا اصبر. ملقلق كونان ملقلق ضيعنا كونان. ايه يلا خلاص. اسمع بقى ملاحظ انت بس وقت السيف جولد والبطولات هيك بلقلك وبس. شوف الوصف شوف كل شيء حمو.
يا ابني صدق يا عم جيب انت لوحده الفلاش بالله في مشكلة بس كويس انا هجيب الفريز يا عم انت صوتك بقطع يا عم your voice make the pro الدب بده يدخل من هون شو شو لغم من هون انا حنطحن اوعى الريزر يضربني راح اخذها بالغلط الله هو اكبر غير يا عم تعالي قبل اوعى جاني ليزر يا اس خليك زي كذا تقدم عليهم جمدهم هنا زي يقول شيء عم لو معنا واحد بس ما عندي ولا فايده يا برد لو معنا بس واحد اي سيدا بس انا قبل ادخل خلاص على حد يلا هجم اجا 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 في يوم واحد اي اي دب 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 برا انزل بالعبدة يدفوك كلها لا يا زمان فول باور بدخونيش شو الفولكان فولكان هذا ده ابو حمار هذا ابو حمار ابو حمار ايوه ابو حمار حبيبي ابو حمار حلو اختلت الحمد لله تعال يجون مع من جهة الجولد القديم انا اي صالح مره واحد ما أوه. لا تعال جاكم التيتان دب 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 يا اخي دب دب ما تدب اسقي لزي كذا زي ما انا خايف يدفعوني انا عليها اوعى اوعى يا منير ودي دمي انت اوفا اوفا يا اوفا يا نوب كم مره متت موتون في واحد ما قبلنا زلمه مصري عشان هيك انا بجيب برودتي دائما عندي شيء اجيبكم تندر اللي ورا عم انتش عندك الا غير فايكاس يا اوعك يا اوفا تاكل ليزر وتاخذها الله اكبر خلص فينا واحد مات مات انا لغايه دلوقتي يا شباب يجون من الجهه انا الوحيد في الجيم لهلا مش ميت الله للغم دي كلها راحه مني بس هدول كلهم مني الدب يجي الدب يا اس معك روك عايز ادك يلا تعال تعال يا اوفا يا اوفا ثاني 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 اوكي يلا اوه لا يا اوفا تطلعش انت عندها تطلعش بلاش تاكل ليزر وانت طالع تتشقلب عليها شو بقول لك تطلعش شفت ينو انزل تحت ينو بنت هجموا قواتي فاضيه هم يهجمون بوش بوش زم بوش زم سامي بوش زم ثاني يا اوفا وينك انت يا شباب يا شباب مت والله مت متت 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 متنا كنا الف مبروك اللي اخذ الجولد يا ساتر الف ضميت اخذ الجولد انا عندها قتلني قتلني هذا يا زلمة اوه نروح نعزز لبالعب اوه الدب يا اخي الدب ورانا الدب ورانا انا الغامة انقذتكم حط البعض بعد ما انت اوكي يا عم دي من اول جمله كله 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 خلص يا عم طيب كمان عم نسكو كل عارفين ان راح نجيب لوكس فكر المكان فكر المكان سهل جاب لكم كم متلمين يعني هذا يا زلمه انزل يا ابو العبد لا تاكل ليزر انا بتحركش يا زلمه فكرها بايك ابو العبد جود مود يعني ما يموت يا اجاكو اجاكو هذا بالنار الدب الدب انا ثاني يا اوفا نوب بساعدك هو يا الدب الثاني الدب الثاني اوه والله هذا الدب لا قتلني واحد دب دبين هذا دب دبين انا عدلت فوق دب ديب دببة ايوه ما قادرين يقتلوني دب ديب انا قمت من فوق عشان يخلص الفيديو اذا مخلوه ياخذوها بنزل لكم بنزل لكم بيل ثاني يلا هاي الدب الكبير يلا لا ابعد يا في اوفا كلام ياخذوها كلام ياخذوها يا اوفا بياخذوا هذا والله بياخذوا لا حياخذوا الدب ادخل مرموه ادخل ليه طاق هذا يا سمك في واحد اشمال لا شوف حيموت بالعبد لحظه لحظه في واحد اشمال احمو بالعبد جديد احمو بالعبد موت عادي اصلا انا شملك شوف اللي بدي اياه قتلني والله ما ادري بالعبد لا الجولد مش عليه انا موت اخذ انا موت بس بروح لو لما قلت لي مبروك يا عرقوب
ماشي يا شباب، دي كانت نهاية الفيديو. لو عجب الفيديو مش تنسوا تعمل لايك. يلا.